السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. جزاكم الله خيرا يا شيخ مصطفى. وإياك. مثلا يا شيخ مصطفى على موضوع التأمين الصحي. موضوع التأمين الصحي. ما شأنه؟ هل في حرمانية؟ إذا أنت مختار لا تشترك، طبعا لأن الفلوس تودع في البنوك وتأخذ الفوائد الربوية، وكذلك في هذا الصدد، فإن يعني الأفضل أني أبتعد عن ضرر. أيوة تبتعد طبعا، لا شك أن اللي ابتعد أسلم لدينك. طب لو كان إجباري يا شيخ مصطفى؟ لا اسمع عليك إذا كان إجباري لا بأس، لو كان إجباري. أيوة.